السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو عاجل ورسميا من مديرية تربية الرصافة الأولى. مديرية تربية الرصافة الأولى تعلن نتائج الامتحانات الوزارية للمرحلة الابتدائية. بلغت نسبة النجاح 63%. طبعا 63.5%. طبعا هسه حاليا مديرية تربية الرصافة الأولى أعلنت النتائج. لحد الآن قلنا لكم فقط تربية مديرية تربية الكرخ الأولى والرصافة الأولى. قلنا لكم مثل ما قلت لكم قبل قليل بذاك الفيديو، قلت لكم تربية الكرخ الثالثة يوم الخميس، والكرخ الثانية جاي يصححون بالدفاتر. لحد الآن فقط مديرية تربية الكرخ الأولى والرصافة الأولى. الرصافة الأولى نسبة النجاح 63.5%. أي مديرية وأي محافظة تنزل النتائج رأسا أنزلها لكم، وإذا نزل رابط الرصافة الأولى هسه راح أنزله لكم.